اللايك كيعاونني بزاف باش نستمر. كيجيك العجز بزاف، كيجيك الملال، ما كرهتيش تكون عندك ديك الطاقه وديك الحيويه اللي تخليك خدام في داكشي اللي كتخدم ولا كتقرا؟ انا شحال هادي كنت كنعاني من هاد المشكل، ولكن عرفت بزاف الاسباب ديال هاد المشكل. من بين الاسباب ديال هاد المشكل هذا داكشي اللي كناكلو. قبل ما نبداو هاد الفيديو كننصح الناس اللي عندهم اولى باك علمي الجهوي او لا باك حر علمي انهم ياخذوا هاد الكورس. هاد الكورس غيعاونك في الفروض وفي الجهوي، فيه جميع الدروس ديال الاجتماعيات مستوى اولى باك علمي وباك حر علمي. كل درس مقسم لعدة فيديوهات على شكل سيري. هاد الكورس بصوتي الخاص والهدف ديالو هو يعاونك في هاد المادة ويسهلها عليك. الكورس فيه دروس وتمارين وشرح المصطلحات كاملة، ومستقبلا غيتحطوا فيه نصائح. اللي بغى يشري الكورس يتواصل مع هذا الرقم في الواتساب. ماشي بزاف هادي باش خرجت دراسات كتقول باللي كاين واحد الأطعمة كي يأكلهم الإنسان كيأثروا على المستوى ديال التركيز ديالو، كيتقلوه كيعجزوه وكيكسلوه. يعني وقت ما كنتي غادي تبدا شي خدمه كيما بغات تكون، سواء قرايه سواء خدمه سواء، ما تاكلش هاد الماكلات اللي غنذكر دابا. اول ماكله السكر او لا السكريات المضافه. اي سكر تتاكلو كيزيد لك الجليكوز الجلوكوز في الدماغ. صحيح ان السكر او لا الجلوكوز كيعطيك واحد الطاقه، ولكن ملي كيتزاد وكيتزاد في الدماغ نسبه الجلوكوز كتطلع في الدماغ كيأدي هادشي لضعف الذاكرة. يعني المخبوزات ما تاكلهاش خصوصا قبل ما تبدا ديك الخدمة. اكيد الخبز فيه نسبة كبيرة ديال الجلوكوز. اي حاجة فيها سكر غلاسي ولا فيها السكر عموما ما تاكلهاش قبل ما تبدا الخدمة. اللي كيخليك تحس براسك تقيل وما فيك اللي يخدم ولا يقرا ولا يدير شي حاجة راه نسبة كبيرة السكر. كنصحك بعد من السكر، سواء اللي كيتشرب ولا اللي كيتكال. يعني شي حاجه كتكال فيها السكر ولا شي مشروب عامر بالسكر المضاف ماشي السكر الطبيعي. ثاني حاجه انصحك ما ديرهاش قبل ما تبدا شي خدمه او لا شي قرايه او لا ايا كان، هي المقليات. يعني الدجاج مقلي، بطاطا مقليه، الفريت ولا الدجاج مقلي ولا ستيك ولا الحوت مقلي ولا اي حاجه كتقلى ما تاكلهاش قبل ما تبدا الخدمه. بزاف ديال الدراسات كتقول بلي هاد المقليات هادو كتضعف التركيز. المقليات فيها نسبة عالية من الدهنيات، والدهنيات كتزيد في نسبة الكوليسترول، والزيادة في الكوليسترول كتزيد في التوتر وفي ضعف التركيز. خلاصة هاد الفيديو، إلا كنتي باغي تبدا شي خدمة ولا باغي تبدا شي قراية، بعد على السكريات وعلى المقليات باش تحس براسك خفيف وتخدم وانت مرتاح. شكرا على الاستماع لهذا الفيديو. الى اللقاء.